غنجيبو الدجاج، واحد الوصفه سهله كطيب في الفران. ها نتوما جبت نص كيلو ديال الدجاج ديال الصدر مع الكزار حلال، تبعوا معايا الطريقه الله خير. قطع كتجي بحال هكا تقطع، ها نتوما هذا هو التقطاع. انا قطعت في الاول، ها هو مقطع، ما بغيتش نبين لكم الفيديو كامل تنقطع. ها نتوما الشرائح مغلاض مرقاق بحال هكا. ها نتوما صدر الدجاج تيكون بحال هكا، كتبقاو غاديين جنب باش كيجي هكا مغليض مرقيق. ها نتوما كيما كتشوفو معلقة ديال الربيع، الملحة قياس الملحة بس قولي نص معلقة شوية ديال البزار، نص معلقة ديال سكينجي ديال الزعفران كعبة، نص معلقة ديال سكينجي، هاد الطحين هاد الحليب نفس العبارة. هاهما هاد الميزان أنا وريتكم على الشهر باش معنديش الميزان باش نبر وعاد هاد السوجة هادي الدجاج انا كملتو قطعته في الملحة الحامرة ودرت الخل والملحة ودرت الذرة والسكر، وهادي كنجري كاينة في المكادونة كاينة في هنايا شوفو المغرب هادي ديال الذرة. ديال الذرة ولكن سميتها دوريتو، هاي السمية تاعها هي هادي ديال الذرة. من بعد كنجبدوها، ما تبعو معايا الطريقه، اللي ما عندوش الماكينه ديالها باش يطحنها هاهي شتي كتكون فحال هكا. كتجيبو مدلك وكديروها في شي بلاستيكه ولا شي حاجه وكتبقاو دكدكوها حتى كتهرس. تبعو معايا الطريقه طريقه الله خير. نسيت ما بينت لكمش البيضه، البيضه كديروها هي الاولى كتخويها، من بعد كتخوي الحليب، من بعد كتخوي الطحين نفس القياس اللي كاين في الطحين كاين فيها حتى هنا، ماشي نص كاس، جاي نص كاس، نص كاس هنا يعني ربع كاس. الطحين مثلا والربيع عاشق كبيرة، راس المعلقة ديال البزار، نص ديال الزعفران كعبة، نص ديال سكينجبير، الملحة قياسكم. الربيع راه فيه التومة وفيه كلشي مخوي، كنخويو من بعد كنبقاو نحركو. نزلو السوجة تحية، من بعد ملي كتخلط هداك الخليط ديرو عاشق كبيرة، عاشق كبيرة بحال هكا كتخويو هنا، كتبقاو تحركو تبعو معايا الطريقة تا الله خير خوتي خوتي. خيالي على بالي ما في اي حكالي غيرك انت في خيالي، ونحرك ندخل في الخليط كامل صاحي نايم انت على بالي ما في اي حكالي، نخليه غيرك انت في خيالي ساعتين في مهرمش. ها انت مشتي خبط
تكونش طحانه انا ما يسلمك علاش ما طلعت تقضي حوايج تقضيهم الكاتون وصايبين ها هو داك الشيء تفرتت على طحنه الطحانه ما عنديش هذيك الماكينه اللي كتهرمش خصو يكون مهرمش بحال هكا باش يخدم النكهه كنديرو الورقه ها هي كنديرو الورقه وكنخلي هادشي في الفران ونخلي شويه هاي الجبن على الطاسه نجيبو الطاسه ونديرو فيها نتهنوا شوية هاد البابيل باش ما يلصقش لكم الدجاج كيف قلت لكم نبقى نديرو هكا كنبردوه مزيان بحال هاك من بعد كنحطو في الطاسة بحال هاكا كنهزو حتى كنكملو البلاطو كامل كنديروه في الفران من بعد تشوفو ها الطاوة هي كملات دابا غنخشيها للفران ان شاء الله ملي نخرجها من الفران نوريكم الطريقه كيفاش دايره كملات كتكملوا من الطاوة قبل ما تخشيوها للفران ضروري قطعوا هاد القطيرة ديال الزيت هانتوما من الفوق قطيرة زيت العود باش ما تلصقش لكم هانتوما ها الطاوة شوفوا معايا كي ولات هاهي كملات هانتوما الطاوة ديالنا تشوفو كي ولات مقرمشة وزوينة هانتوما كي الفوق كي التحت هانتوما وما مقلياش يعني طايبة في الفران والطياب ما نقول لكم جبنين هانتوما خوتي كيما كتشوفو هالبلاطو درت شوية الكيتشوب شوية مايونيز هانتوما كيما كتشوفو انا نقسم معكم الوحدة الاولى هانتوما شو كتجي ناشفة وزوينه ها ما نقول لكم اش كندير له ها وكناكل انا نقسم معكم الثانيه عاوتاني راه كنضغ ها كيجي ناشف وزوين واش غنقول لكم اخوتي هاد الطريقه سهله جبت نص كيلو ديال الدجاج مع عند الكزار حلال قطعته كما شفتوا غتشوفوا الفيديو كيفاش درت الخليط ولكن يا سلام ما غنشكرش لكم تجربوه ولا جا خايب نتوما ديك الساعه كيبقى الراي ديالكم في الكومونتيرات دخلوا عندي شعلوا الجرس تابوناو عندي واللي عنده شي قناه اللي عنده شي قناه يكتب ليا ندخل لعندو ودخل لعندي نتعاونوا مع بعضياتنا ايوا اش نقول لكم تنشكركم كنتونس بكم والله يسهل لكل واحد والله يشافي كل واحد واش نقول لكم نخليكم دابا وهادشي كنهديه لصحاباتي وخواتاتي المغرب اسبانيا بلجيكا المانيا كلشي لصحاباتي واللي كيسول فيا واللي ما كيسولش فيا تشكركم بزاف وتابعوني حتى الفيديو اخر ان شاء الله وشكرا بزاف